انا حاسس ان الجرح بينزف. هانت هوصلك حالا. نبقى نفوت على اي اجزخانة؟ هنقف على اول اجزخانة. على فكرة انت معرفتش يا شريف ان في جريمة تانية حصلت بعد خروجك من السجن. جريمة؟ جريمة ايه؟ في بنت السفاح الله يخرب بيته قتلها، وبنفس الطريقة اللي قتل بيها البنت الاولانية. المجرم؟ انا دلوقتي اتأكدت ان في واحد تاني عايز يبلغ ابليس عليا. واحد بيكرهني. مين؟ مين يا عزيز؟ مين اللي بيكرهني؟ ده انت حتى ما تكرهش، ده انت كل الناس بتحبك. ما تاخد لك كاس يا شريف عشان ما تحسش بالألم. دلوقتي هو هيستريح وهينام شوية. أحسن إنه ينام. أنام وأنا بتألم كده. في الفجر هيجوا معاهم الكلاب، هيفتشوا في كل حتة. أبوها قال كده، أبوها مصمم يقضي عليا. رغم إن أبوها قلبه من حجر، لكن يظهر إن الأنسة أمان إنسانة رقيقة أوي وجميلة كمان، وأكتر من جميلة. تشربي كاس يا أنسة أمال، نخليها ليلة. مزيكا؟ مفيش مزيكا؟ احنا في ايه ولا في ايه يا أستاذ عزيز؟ سيبك، الدنيا حظوظ، لحظة حظ في صحتك. وصاحبك مجروح؟ وماله؟ ده أنا عايز أبسطه. سيبيه يا أمال، عزيز يحب يبسط نفسه دايما. ترقصي يا أمال هانم؟ أرقص؟ احنا هيظهر هنكرر نفس الليلة. نكرر ايه؟ ما انا حكيت لها يا عزيز انك رقصت مع سلوى. وماله لما رقصت مع سلوى الله يرحمها؟ وارقص معاك انت كمان. يا سلام، انا مش عايز ارقص. لكن ممكن ترقصي مع شريف، انا لا. يا استاذ عزيز، انا لا ارقص معاك ولا ارقص مع شريف، ده مش وقته. امال ايه وقته؟ اشمعنى هو تعمليه بالشكل ده وتعالجيه؟ ده انت بالعكس تسيبيه يموت عشان تخلصي منه وترجعي لأهلك. مش معقول عزيز. أنا ما قلتش حاجة، ما هو باين أهو. أنا دايما كشفك، كل البنات بتحبك، حتى بنت القاضي حبتك. طب وده يضايقك فيه؟ يضايقني؟ مين قالك إني متضايق؟ ما أنا بشرب أهو. مين قالك إني متضايق؟ الركع اللي يضحك في الآخر، اللي يفوز. يضحك ايه ويفوز ايه يا عزيز؟ انت سكرت؟ شريف، صاحبك بيغير منك وبيكرهك. انا اكره صاحبي واغير منه؟ مين قال لك كده؟ انت. ازاي بقى؟ كلامك نصح، والله نصح. انت بتكرهني يا عزيز؟ ابدا، اكره صاحبي اللي سرق مني كل حاجة حبيتها، الناصح، الفنان العظيم الناجح اللي مرة ضربني لما كسر عظمي قدام البنت اللي بحبها وخدها مني. مفيش حاجة حبيتها وتمنيتها لو لقيتها بين ايديك. أكره صاحبي. حبيبي شريف، صاحبك ده هو السفاح اللي اتهموك بداله، عمل جريمته ووقعك فيها، وهو اللي بلغ البوليس. مش معقول، مش معقول عزيز يعمل كده. انت عزيز تعمل كده؟ اخويا يعمل كده؟ مش معقول. خرجت ورجعت تاني، وتهيألي من السكر ان انا اللي قتلت سلوى. لا، وانت الشاطر. انا الشاطر، حطيت لك منون في الويسكي علشان كده تهيألي، وانا تحت تأثير الخمرة والمنوم، ان انا اللي اعتديت. عينك انت اللي اعتديت وقتلت. انت يا عزيز، انت المجرم يا عزيز، انت اللي قتلت.